أعتقد إنه كده فهمت أبعاد اللعبة. ما هي باينة من أولها سينيور دي لورينزي، وأنا من أول لحظة رفضت إن أعفي الفخ وأقدم الشكوى اللي طلبها الميجر باتس. وإحنا بعدنا خالص ورفضنا نتورط، مش ده اللي حصل يا أنستاسي؟ تمام أرتيل، أهو ده اللي مش صح. الموقف السلبي ممكن يكون أسوأ من تورط. إحنا يا جماعة قاعدين في البلد دي من زمان، من وقت جدودنا، حبيناها وبقت بلدنا، مصالحنا ومستقبلنا فيها. ما يصحش نيجي دلوقتي نتصرف كأجانب. إحنا كده بنعزل نفسنا ونعمل هوة بيننا وبين أهل البلد. أنا موافق على كلام سينيور دي لورينزي. وأنا موافق، بس نعمل إيه؟ أكيد دون جوفاني عنده اقتراحات محددة. هو اقتراح واحد محدد وكافي جدا. باسيليدس باسم الجالية الجريجية، أرتين باسم الجالية الأرمنية، وأنا باسم الجالية الطليانية، هنطلع بيان مشترك ونقدمه للسلطات المصرية ولكل العنصريات الأجنبية وللقيادة الإنجليزية. بنعلن فيه إننا مصريين وإن مصر هو وطننا الأول. بكده بندين أي محاولة لضرب أسفين بيننا وبين المصريين، وإن أي حادث عارض مش أكتر من خلافات فردية ملهاش أي أسباب عنصرية. أنا موافق، ورأيي إننا نضيف كمان مطالبة للسلطات البريطانية إنها تمتنع عن استفزاز مشاعرنا جميعاً كمصريين، وتسحب العساكر من شارع الزنانيري، ونهدد بإغلاق وكالتنا علشان نعمل تضامن. مش ضروري نزودها، كل ما كان رد الفعل طبيعي ومعقول كل ما كان تأثيره قوي. بصحكم. أول مرة يعملوا اجتماع ويبعدونا عنه. ما تعرفيش اجتماعه فين؟ أكيد مش في المكان بتاع الصيادين، يمكن عند التوبيا أو نعيمة. يبقى موقف طبيعي، الأعصاب مشدودة، ويمكن دخولنا زنانيري في وقت زي ده هيعمل مشاكل. بالمناسبة، إيه رأيك في إلهامي؟ إلهامي؟ هامي مين؟ الشعر؟ أيوه. رأيي فيه من أي زاوية يعني؟ رأيك فيه وخلاص، أنت لازم تحلليه. والله أنا ما تعودتش أكون رأي في أي إنسان إلا لما أكون مهتمة بيه. تعالي هنا، انت مالك انت ومال الهام؟ يعني شفته من يومين عند سبيرو وبابا ويانو، واتكلمنا كتير عن الشعر وعن كفافس. شخصية جذابة قوي. بعدين معاك يا ماريا، انت كل يوم هتقعي في واحد، الاول سبيرو وبعدين جورج فاسيليدس ودلوقتي الهام، وبعدين انا كده ماليش هنا في عاطفي. لا، لازم تعرفي ان الهامي ده مش فاضي، ده واقع في قصة حب مالي عليه الدنيا. مين هي؟ واحدة مصرية اسمها عايدة. عايدة؟ عايدة مين؟ قريبة صلاح زميل فتحي، لما تشوفيه بيسأليه عنها. مستحيل، انت كنت عارفة انهم جايين هنا؟ ايه اللي جابه؟ كنت هيدور عليك. ازاي كريم؟ يعني لازم ندوخ عليك. مش كفاية اللي حصل يا فتحي؟ دول محاصرين زنانيري وقافلين المحلات وحابسين الناس. كانوا هيلاقوا دايما حجة تانية لو ما كانتش دي نفعت. كمان جاي النادي اليوناني، انت عايز مشكلة تانية تحصل؟ انا متأكد ان مفيش حد هنا هيتعرض لي. الجريج الحقيقيين ما بيعملوش زي ما عمل الواد الهايف اللي اسمه جورج ده. انت مش شايف اللي رايح واللي جاي بيبصوا لك ازاي؟ عشان سمارة وحليوة. اخي بطل غرور بقى. قوليلي بجد، انت مش فرحانة عشان شفتيني؟ قولي انت الاول، الجماعة عارفين انك هنا؟ لا. طب ولو دوروا عليك؟ هطلع لهم تحت الارض. يا اخي ابوك اتكلم جد شويه بقى. لا، نتكلم جد كتير. فتحي انا عايز اسالك سؤال، وسؤال مهم قوي. اسال. افرض، افرض يعني لاي سبب اضطريت ان انا اتخطب لجورج فاسيليدس. اوعي تقولي كده تاني حتى لو هزار. لو على ايدي هتكسرها.
انت تعرفي عايده منين علشان تهتمي بيها الاهتمام ده كله؟ معرفهاش بس سمعت عنها. سمعت عنها؟ سمعت ايه؟ حاجات بيقولوا ان الهام ميت في دهبك. الهام مين؟ الهام ابو ورد الشاعر. الشاعر بتاعنا؟ ايوه الشاعر بتاعنا. بينها وبينه ايه؟ معرفش. بيقولوا قصه حب ملهلبه. ما تبصش، انت تطلع بره تلحق رينا وفتحي في التراس، تقول لهم ما يجوش على هنا يطلعوا من باب الملاعب. يلا يلا ما تضيعش وقت. يلا جورجي كانس. هلا، ما تيجي اعزمك على الكسينة. فين رينا؟ مال وقفت ليه؟ لازم ارجع لمريم، مش عايزاها تقع في مشاكل بسببي. انت راجع عشان اللي اسمه جورج برضه يا رينا؟ طب ايه رايك انني هنيجي معاكي النادي اليوناني وهنضربه في وسط النادي؟ يا اخي بطل شغل العيال ده بقى. استنى يا رينا، البنت معاها حق، بطل شغل عيال دي راجع عشان وصلها. لو سمعتك بتقولي الكلام ده مش هتعرفك طول عمرها. حبها يا اخي، يبقى لازم تفهمها صح. هنعمله ايه دلوقتي؟ نرجع على المخبأ؟ لا، انت هتيجي معايا مشوار لغايه جنين، وبعدين نرد على كليوباترا وندخل زنانير. ندخلوا زنانير ازاي اذا كان عساكر الانجليز مالينه؟ مش هيشوفونا. هشوفك تاني امتى؟ مش عارفه، بس يعني كلمني بالتليفون. يعني على تليفون؟ وي بيان سير. ميرسي قوي على الوقت الظريف ده. ميرسي ليك انت. روفار روفار. جه عليا الدور عشان نمنعك تتهور. ما اقدرش اتهور يا فتحي، ما اقدرش اعمل اي حاجه على الاطلاق، بس كمان ما اقدرش انفجر من جوايا. بعد اذنك، مش هتاخر عليك. مش هنسيبك. اوكي تعال معايا. صلاح بيه، اهلا وسهلا، اتفضل. بلغي مرات خالي اني معايا ضيف. خليهم يتفضلوا في الصالون يا سكينه. الو سيلفي، هاي، ازيك؟ ما انت لو فاكراني كنت سالتي وعرفتي. معلش معلش، بصي هتصل بيكي كمان شويه. تشاو. تبقي مفيش فايده يا سينيورا، معاهم حكم حجز وحكم حراسه. طب قولي اعمل ايه؟ يلزمك واحد افوكاتو. يعني ايه؟ اتصل بمسيو جاستون؟ كلميه، وعلى ما تتصل بيه انا هتصرف مع المحضر والعسكري. ها؟ انا لسه هستنى محامي وقضايا ومحاكم. الو، مين؟ ناروز. لو سمحت ناروز افندي، ممكن توصلني بالسينيور جوفاني كده؟ طيب لو سمحت اول ما يجي المكتب او يتصل بيك قول له ان انا عايزاه ضروري. سينيورا توفي. ايه ده بقى؟ ان شاء الله انت جاي تزور خالك ومغاد خالك ولا جاي عشان تستجوبني؟ ارجوك يا عايده،
جاوبيني بصراحة عشان ارتاح، مين فيهم؟ بشر عامر ولا الشاعر إلهامي ولا القبطان تحسين؟ وانت يهمك تعغف ليه؟ ايه اللي يغيحك ولا يتعبك في موضوع ما يخصكش؟ ما يخصنيش ازاي يا عايدة؟ انا بحبك. صلاح انت لسه صغير، لسه احلامك ومشاعرك بتغسم لك صور في الخيال ملهاش اي اصل بالواقع. بس انت مش اكبر مني بكتير. مش مسألة سن، انا تجربتي وخبرتي بيخلوني اكبر منك بكتير واعرف حاجات اكتر منك بكتير، حتى لو كان الفرق ده يوم واحد بس. صلاح ارجوك ما تزعلش وما تتصدمش، بكره تكبر وتفهم وتفتكر الموقف ده وتقعد تضحك كمان. صحيح لو اي واحده كانت مكاني كان ممكن تستحلى مشاعر رقيقه زي مشاعرك دي، ممكن تستغلها بمنتهى الانانيه، بس انا لا، ما اقدرش يا صلاح، ما اقدرش. عن اذنك. ما تزعلش مني. لاخر مره هسألك، مين هو؟ صدقني لو قلت لك ان انا نفسي مش عارفه. الولد ده مش عايز يشيلك من خياله. صلاح له معزه كبيره قوي عندي يا ماما، بس مش حب. طبعا عيل ايه ده كمان اللي هتحبيه؟ ايه ده، مين دي اللي واقفه هناك في البلكونه بتاعت الفيلا بتاعت بشخ؟ اخته سكينة اتصاحبت على الخدامة بتاعتهم وعرفت عنهم كل حاجة. هي دي يا رزقة. هي مين دي يا ست اكرام؟ البنت اللي جننت عبد الفتاح. هي دي؟ ايش عرفك؟ قلبي حاسس. وبعدين دي ناسية، مش طول ما كان مستخبي عندنا كانت عينيه بتحول على البلكونة بتاعتها؟ معقولة واحدة هاي لايف زي دي هتبص لواحد زي الشيخ عبد الفتاح؟ تبص له ايه يا عبيطة؟ كفاية ترمش له بس وهو يتدهول على طول. ايه ده؟ ما شافكوش الحاج عامر؟ احنا عندنا بنات يقفوا في البلكونات؟ يلا يا بنت انتوا هاتوا تتقدموا. يا اختي زمان ده من امتى؟ بلاش لما اقعد. يلا اللي يشوفك كده يفتكرك حمش بصحيح. جريء زيادة عن اللزوم بس دمه خفيف. بالعكس بقى، أنا مش شايفة فيه أي خف في الدم. ما بصدقكيش، مش عارفة تفضلي تفنطي في ورق الكوتشينة لحد إمتى. يعني إيه ماما؟ ورق كوتشينة إيه اللي أنت بتقولي عليه؟ الرجالة اللي بترصصيهم جنب بعض زي ورق الكوتشينة. أنت فاكراني نايمة على وداني؟ وبعدين بقى هو مغى جوزك ومغى انتي؟ اتأدبي، ما تتكلميش معايا باللهجة دي، أنا أمك وأنا اتفطمت من زمان. بس ربيتك ناقصة. أنا يا ماما؟ أنا مش متغبية؟ ليه؟ عملت إيه عشان تهينيني الإهانة دي؟ قلت أدبي عليك عشان بقولك ما تبقيش عليا أنت وجوزك؟ ولا يمكن بقى علشان بخرج وبتفسح وبقابل الناس ومش حابسة نفسي في الأمقم اللي عاوزين تخنقوني فيه؟ كلام الناس والمظاهر واصول التصرف للست المطلقه. بالظبط، هو ده اللي انا عايزه اقوله بالظبط، وكويس انك قلتيه بلسانك، لاني خلاص ما بقتش قادره اسمع كلام الناس واعمل نفسي مش سامعه. اول امبارح في البونجور اللي كانت عاملاه راجيه هانم زاده، قمت عشان اصلح المكياج بتاعي، وانا راجعه سمعت صافي ناز الشراكي بتقول لتاتا رفقي ولا تقدر تفتح في بنتها
لانها بتصرف عليها وعلى جوزها. عايده ابو دندي فلتانه وملهاش لجام. انا اسفه يا عايده، كنتش احب اسمعك الكلام ده. عادي مش جديد، وسمعته كتير قبل كده وهفضل اسمعه وهفضل ادوس عليه بجزمتي. لو كان كلام الناس هو تمن حريتي يبقى سهله خالص، يا بلاش خليهم يتكلموا. طب ما طلبتنيش ليه بالتليفون وانا كنت جيت لك جري، بدل ما تتعبي نفسك وتنزلي وتسوقي وانت بتعيطي وحالتك بالشكل ده. بالعكس، انا لما خرجت وسقت اعصابي بقت احسن. كلام اللي قالته ماما انت سمعتيه زي ما قلت لها، فمش لازم يزعلك قوي. لما اسمعه من كل الناس سيلفي غير لما اسمعه من امي. صعب قوي ان اقرب الناس ليكي هما اللي يجرحوكي. او ماما ميا، مالك في ايه؟ بوناسيرا سينيورا. مش ممكن، انت ايه اللي جايبك ورايا؟ انا جاي للسينيورا توفي. اهلا بشرى عامر، صاحب ومدير شركة كرموزينيا لتجارة الأقطان. بوناسيرا. ازيك يا عايدة هاني؟ اسكوزي إذا كنت قطعت عليكم حديث مهم، بس الحقيقة أنا كنت جاي في شغل. لا لا لا، اتفضل سينيور بوتش. الله، ده أنت عارفة اسم الترياني كمان. ما حضرتك بقيت من أشهر شخصيات اسكندرية يا سينيور. سيلفي، أنا ماشية، هستناكي بالليل. هجيلك بعد ما نقفل على طول. تشاو. عايدة هاني، معلش اصل ما فضلتش اتكلم معاكي دلوقتي، بس هبقى اديكي تليفون. انت فاكر نفسك ظريف؟ انت شايفه ايه؟ انا مش شايفك خالص. عشان لابسه نظارة. تحت امرك سينيور بوتشي. الحقيقه انا كنت عايز مطبوعات للشركه، اظرف، جوابات، دفاتر، طبعا عليها اسم الشركة والشعار بتاعها. لحظة واحدة. الصبيان كلهم مشغولين يا سينيورا، أي خدمة؟ لا أنت ما تنفعش يا توكي. شوف لي باولو ولا ستافرو، شوف مين فيهم هيفضل أول. وخلي يجيبوا كافيه ولا شاي لسينيور بوتشي. جاي لي انا؟ عايزكوا تعملوا مظاهرة بكرة في شارع زين النيلي. مظاهرة؟ ليه؟ اسمع كلامي ومش هتندم. طيب افهم الاول. انت مش عايز الانجليزي يسيبوا الشارع ويحلوا عن اهله؟ ايوه. خلاص الشارع بكرة يتملي ناس، يشعلل، البوليس المصري يدخل يفض المظاهرة، القيادة الانجليزي تاخد خبر، تسحب عساكرها قبل ما يحتكوا بالبوليس المصري بس. وافرض ما سحبتهمش؟ عز الطلب يعني. بالظبط كده. الله، ده انت حدوته. عجبتك الحقيقه؟ دماغك نظيفه. يعني خلاص مش هتشك فيا. لا طب كفك بقى، نقرا الفاتحه. تعرفوا منين؟ عن طريق جماعة معرفة في كيلوباتر. بينك وبينه أسرار؟ ما احناش أصحاب علشان نستأمن بعض. أمال خرجت وقفت معاك وانتوا بترغي في إيه؟ ده تحقيق يا سينيورا. احنا نحب الصراحة، ما منحبش نلف وندور زيكم. انتوا تبقوا مين؟ وزينا يعني إيه؟ ولاد البلد يعني. مالهم ولاد البلد يا مدام؟ ايه يا توب جمالك متنرفز كده ليه؟ انا بكلمك عادي. احنا بتقولوا علينا خواجات وبردين، احنا ما بنزعلش عشان احنا فعلا ابرد منكم. توبجي ده بارد، بيفكر بعيد عن العواطف. كل ما ده بيفكر وانت تطوعه تبقى انسان متمدد. بالظبط، عداك العيب يا سينيورا. الحجة القديمة اللي ما عندكوش غيرها، انتوا بتوع عقل واحنا بتوع عواطف،
انتوا بتفكروا واحنا بنجعجع. برونتو. بوناسيرا سينيور. ده عطف كتير قوي عليا. في الحقيقة هي مشكلة. ماركو توفي خد حكم حجز على المطبعة وحكم تاني بيوضعها تحت الحراسة وتعيينه هو حارس. نعم؟ لا، ما هو أنا ما شفتوش من يوم ما جه يترجاني إن أنا أقبل الصلح. وقتها كان مرعوب منك، بس شكله كده شاف حد يسنده أو اكتشف ثغرة في موقفي. اطمني خالص سينيورا، اديني 24 ساعة وكل المشاكل اللي بينك وبين الأخين توفي هتنتهي للأبد. جراسيا. موتشو جراسيا سينيورا. عايزة تشكريني فعلا؟ يا ريت أقدر. تقدري. أنا كل تحت أمرك. كفاية قوي إنك تشرفيني في البلماسكيف في سرايتي في سينيا يوم السبت اللي جاي. أنت وضيوفك بأي عدد. خليك أنت بعيد عن الموضوع ده يا دون جوفاني. دي نصيحة ولا تحذير مستر هاري؟ نصيحة ومن صديق. انت عارفني النصايح المبهمة اللي من غير تفسير ما تنفعنيش وما باخدش بيها. مسألة ملهاش علاقة بحماية الأجانب ولا بالعلاقة بين حكومة صاحب الجلالة والحكومة المصرية. دي عملية مخابرات. احنا متأكدين ان في مجموعة من الارهابيين مسؤولين عن اختفاء 20 عسكري وصف ضابط انجليزي في التسع شهور اللي فاتوا، وان مركز الارهابيين دول شارع زنانيري. الخناقة اللي حصلت بين الاولاد الجريج والاولاد المصريين اخدناها حجة عشان ندخل الشارع ده نخليه تحت سيطرتنا وندور تحت كل حجر فيه. فهمتني دون جوفاني؟ دي لعبة مخابرات تهمكم انتوا لكن ما تهمنيش. اللي يهمنا احنا الجاليات الاجنبية في اسكندرية اننا ما نوقعش في الناس اللي مصالحنا راح بين ايديهم. تجارتنا، اسواقنا، الزباين كلهم مصريين، ولاد عرب زي ما بيقول عليهم وزي ما هم بيقولوا على نفسهم. لازم العلاقة اللي بيننا تفضل قوية، ولازم يعاملونا على اننا ضيوف ويكرمونا زي ما دينهم واخلاقهم امروهم. الخواجة عبارة عن ايه في نظر المصري يا مستر هاري؟ الخواجة في نظر المصري لحد دلوقتي شخص نضيف، عقله كبير، أخلاقه فوق الوصف، لا يكذب ولا يجلب وعد ولا يأكل حق حد ولا ينافق. كلمته زي السيف، أو على حد تعبيرهم بيرفكس. واحنا لازم نحافظ على سمعتنا دي وما نضحيش بيها عشان تلعبوا لعبه من العابكم. وانا بقولها لك يا مستر هاري، احنا نرفض اي محاوله دس بيننا وبين اهل البلد دي. وبكره، مش بعد بكره، بكره لازم تسحبوا عساكركم من زنانيري. سينيور دولورينزي، انت بتصدر لي اوامر؟ اعتبرها كده يا مستر هاري. الظاهر ان حماسك نساك حاجة مهمة قوي. اكون شاكر لو فكرتني. احنا السلطة الحقيقية في مصر يا دون جوفاني. ما دمت مصر تناديني بدون، انا هقول لك يا هيركل. ده لعب عيال وشغل مسخره ما ينفعش.
ماني شرحت لك اللي حصل يا عم طبقي. وانا ما اقتنعتش. احنا غلطانين، استحلينا المغامره والتحدي اللي خلينا ندخل زنانيري قدام عينيه الانجليز من غير ما يشكوا فينا. انت بالذات مطلوب عشان الراجل الانجليزي اللي انت ضربته، وانت كبش الفدا اللي عايزين يمسكوه عشان يقولوا انهم ما نزلوش زنانيري اوانطا، عشان كده قلت انكم تفضلوا في المخبأ ما تنزلوش، وعشان الامر ده لازم يبقى له عقاب. خلاص بقى يا طبقي، اني متشفع لهم المره دي وضمناهم، ودي اخر مره هيعصوا فيها اوامرك. طب اتفضلوا انتوا الاثنين على الاوضه المسحوره، وتفضلوا فيها لغايه ما تيجوا خبر عن طريق الست نعيمه. المفتاح اهو، وانا قلت الالفه تحضر لكم العشاء. استنى، امال فين الولد قدور؟ هو كمان نزل معاكم؟ ايوه، بس روح بيتهم في غيط العنب. الولاد دول محتاجين قرصه ودان يا ست نعيمه. اقرص زي ما انت عايز، بس ما تطفشهمش. راعي برضو انهم ولاد يومين، مش زي سنه 19 ولا سنه 35. طب استريح يا ست البنات، في موضوع مهم عايز اخد رايك فيه. كان لازم نرجع، وفي يوم صحيت الصبح لقيتني بندندن في بقيه حلم مش فاكره. كانت دموعي غاسله وشي ومغرقه المخده تحت راسي. قولي بندندن وبنقول زي ما قال سيد درويش: وقف يا وبرور بوت عندك، نزلني في البلد دي بلا امريكا بلا اوروبا، ده مفيش بلد احسن من بلدي، والمركب اللي بتجيب احسن من اللي بتودي يا اسطى بشندي. ويا سلمى يا سلامة، رحنا وجينا بالسلامة. الله أكبر. بتخاف من غارة مولانا؟ ولا من عشر غارات، خصوصا أنا في وسطكم يا اسطى عزوز. يا ده أنا كأني ما كنتش عايش. المدرس الزامي بيشتغل بالقرص والبلح والملاليم لوالي وصاحب كرامات ومقام لمجنونة عايدة، عايش هيمان في العيون التي في طرفها حور. وده كله في ناس على بعد شبر واحد شايلين أرواحهم على كفوفهم. لا وإيه، في قضية وإنجليز راكبين ظهر البلد ودهسين شوارعها. يخبتك يا عبدالله. صلي على النبي مار. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا محمد. عارف أنا بضرب نفسي ليه يا عزوز؟ لأني فضلت نايم ومخمر في النوم زي أهل الكهف. أصحي نفسي. انت صحيت فعلا يا شيخ عبد الفتاح بأمرت اللي قلته في الاجتماع اللي عملناه عند الست نعيمه مرسال؟ هاي انا عندي خطه يا عزوز. ولسه عايز تخليها سر يا مولانا؟ عايزين موكب يا عزوز. موكب؟ موكب صوفية للطريقة الدرغامية، حاجة كده زي موكب الخليفة، بردة خضرة، مزاهر بارق، دفوف منشدين وهلمة. وبعدين؟ ساعتها يفرجها عليك وعلينا رب كريم. شيخ عبد الفتاح علياني امان. سمعت الفال يا عزوز؟ امان باذن الله. امان. مظاهره ايه دي اللي هنمشوها في زنانيري؟ ما
شرحت لك قصده ايه بالمظاهر. الراجل بشري ده كال عقلك وبيضحك عليك يا توكي، فين زكاوتك؟ انت شاده السلخ عليا قوي بقالك شويه يا ام فتحي، يا ترى ليه؟ خلينا في المهم. الراجل بشري الخواجه ده عايزنا ننزله كل الناس بتوعنا في مظاهره عشان الانجليز والبوليس يلموهم مره واحده ويلبسوهم قضايا ويرموهم في السجن. طب ايه قولك انه مش عايز حد مننا يمشي في المظاهرة وتعهد ان يجيب الناس من عنده؟ يجيب الناس من عنده؟ ليه؟ كان مقاول انفار؟ احنا لينا اكل ولا بحلقة؟ الراجل قال فكرة وانا لقيتها وجيها فعلا. لو دخل البوليس المصري الانجليز مش هيخاطروا ابدا بالاحتكاك بيه، وإذا احتكوا بيه هتبقى المخاطرة أكبر. تعرفي فكرة فيها سياسة، دماغ خواجاتي على تفكير اسكندراني. وده صنف نأمنوله يا توبجي. ليه لا؟ ما هو مصري زي وزيك. مش بتقول نصه خواجة؟ ما احنا فينا نصاص كتير قوي يا نعيمة، اللي تركي واللي شركاسي واللي عربي واللي جريجي واللي طلياني، بس المهم ان النص اللي بيغلب في الاخر بيبقى نص ايه؟ كملي. مصري طبعا. عم الطبق ده حدوتة تعرفلاش اول من اخر. انا وعيت على الدنيا لقيته كده زي ما انت شايفه، لقيته قريب قوي من ابويا لكن دايما باين غامض، عايش لوحده ملوش حد، تمام زي المقطوع من صجرة. عمر ما سمعت انه متجوز ولا عنده ولاد ولا له اخوات، زي عود صبار وسط صحرا. طيب ما حاولتش تسأل والدتك مثلا، حد من قرايبك؟ ما عرفوش حاجة، هو شخصيا لو سألته يبتسم ويهز راسه ويقولك المصريين هم اهلي ومصر يا مراتي. تعرف بقى جماعة بتوع الحزب الوطني متشبعين بالرومانسية بتاعت مصطفى كامل محمد فريد وبلادي بلادي لك حبي وفؤادي ولو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. كلام جميل ده. خليك خليك دي أكيد ألفت. مساء الخير. مساء الخير يا مدموزيل ألفت، تعبين نفسكم ليه بس؟ تعبنا راحة يا أخي. إيه بلاش نتعشى؟ لا هنتعشى بس على شرط المدموزيل ألفت تتعشى معانا. اقعد تتعشى معانا يا ألفت. لا انا لازم نروح نتعشى مع عمرو. مالها حددتيها؟ هنشوف. طيب اسيبك على راحتك مع بنتك وبكره اشوفك على الظهر. مع السلامه يا اخوي. انس ألفت، بيت يا ألفت ردي عليا وافتحي. طيب انا هننزل لاخوكي ونشوفك مالك. خلاص يا اما خلاص انا جاي افتح اهو. في يا بيت مالك طالع من عند اخوكي زي ما يكون راكبك العفاريت؟ ما فيش حاجه يا اما، الشاي دخلت في عيني طرفتها. ايه نبي ايه بقى الشاي؟ طب وريني يا اختي كده. ما هي بقت كويسه خلاص. طب هاتي ننفخالك احتياطي. هنقعد ونقررك دلوقتي يا ام قشاي، اجري افتح. ده حوده يا اما. تعالى يا حوده. مساء الخير يا معلمتي. يخرب بيوتكم وحشتوني كلكم. كنت فين يا ولا بتدني طول النهار؟ ما فكرتش تسال عليا دلوقتي. والله نايم في بيتنا طول النهار يا معلمتي، ولولا الولا مرسل عجلاتي عدى عليا وقال لي الحق القهوه. اني قهوه؟ قهوتنا؟ ايوه يا معلمتي. مالها؟ حميدو مرسال فتحها النهارده المغربيه ومتحامي في الانجليزي.